اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات. اهلا وسهلا فيكم. اليوم حنعرفكم على سياره السيلفرادو الجديده زد ار 2. اللي هنشوفه جديد في الزي ار 2 هو الشبك الامامي البارز كله 3D، شعار الشيفروليه المفرغ، الهوكات الحمر البارزه دي فيه قطر زياده لسهل لسهوله الجر. عندنا سيجنتشر هنا زياده جديد اعرض LED وبيضوي بتدريج، الاضاءه كلها LED كامله، وغطى المحرك وعليه شعار ال 6.2 ماكينه ال 6.2 10 غيار 420 حصان. الكليرنس عندنا هنا بيظهر على الدعميه الاماميه مع فراغ هنا على الزوايا، عشان طبعا احنا عندنا هنا الفيلندر فليرز بيدي فراغ اكتر للتايرز القياس 33 مع رنجات قياسها 17. اهم شيء عندنا هنا السسبنشن الجديد المالتي ماتيك ده بيستخدم في الاماكن الاكثر وعوره، واستخدم قبل كده في الاوف رود في الرالي، واستخدم في الفورمولا 1. من بعد ما خبرناكم عن ماكينه الزد ار 2 والكليرنس والهيكل الخارجي، خلينا نروح مع بعض لنشوف المواصفات الداخلية. مثل ما بنعرف التغيير الجذري اللي صار بالزد ار 2 هو الجير. بدل ما كان الجير بالستيرينج فوق حسب رغبة الزبائن الكرام، صار الجير ارضي، بالاضافة للبادلز اللي بالستيرينج فينا نبدل ونستعمله بالسرعة اليدوية. طبعا الجير هو مثل ما ذكرنا 10 غيار. مثل ما حضرتكم شايفين الكلاستر اول شيء عددات ديجيتال بقياس 12.3 انش، والزد ار 2 صار فيها سكرين بالوسط بقياس 13.4 انش. بما انه الزد ار 2 هي سياره اوف رود، نقدر هلا نتحكم بالديفلوك، ولاول مره بالزد ار 2 حيكون في تحكم بالديفلوك خلفي وامامي وخلفي مع بعض بطريقه مانوال، بعد ما كانت قبل تستخدم اوتوماتيكيا فقط. الزي ار 2 نزل عليها ديزاين جديد من الكراسي، حجم مختلف يدي لك ايحاء بالحضن، الكرسي بيحضنك فعلا عشان السياره بتطلع اماكن واعره جدا، تقدر تدخلها اماكن فيها صخور ووديان، مش عايزين اي حركه في الكرسي وانت سايق للركاب للامان. طبعا الكرسي بيكون ماسكك، الكرسي فيه تبريد وتسخين، الكرسي الامامي يظهر عندنا هنا التحكم فيه. الداشبورد او التابلو عنده اليو اس بي واليو اس بي تايب سي. طبعا احنا اتكلمنا عن الديف لوك الامامي والخلفي، غيرنا مكان التريل او التريل الخلفيه نقدر نتحكم فيها ونعمل لها كاليبريشن مع البريك، وكمان غيرنا مكان الشحن اللاسلكي للتليفون بقى نزل هنا عندنا في السده زي ما انتم شايفين، وكمان التليفون بيبقى ممسوك ما يتحركش معاك وانت داخل اماكن فيها وعوره زياده. بناء على طلب حبايبنا وزبائننا الكرام، السيلفرادو اول مره ينزل فيها فتحه سقف، ونزل معانا طبعا الاون ستار الخدمه الفعاله خلاص احنا عارفينها، وبتاخد عليها اشتراك شهري لمده شهرين مجاني، وعندنا هنا طبعا الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وبتقدر تعمل ساين ان بالجوجل اكاونت. وهنرجع ورا ونشوف الكراسي الخلفيه وايه الاضافه اللي تمت عليها. الكراسي الخلفيه طبعا زي ما انتم شايفين ديزاين جديد، احنا عارفين ان هي كراسي جلد، والجلد ده كمان سهل تنظيفه، وحتى الفلور بتاعتنا او الارضيه بتاعتنا نازله رابر، بحيث ان هي اسهل تنظيفها بعد ما تدخل الاماكن اللي فيها وحل او طين او اي حاجه ممكن توسخ السياره من الداخل، سهل تنظيفها جدا. في هنا سده سريه تقدر تخزن فيها او تحط فيها ميه، تحط فيها تليفون، تحط فيها الحاجات اللي انت مش عايز تفقدها اثناء التحرك في الاماكن الوعره. كمان عندك الكاب هولدر موجود لراحه الركاب الخلفيين. زي ما انتم شايفين اول ما تدخل على السياره الباب الماتيريال الجديد اللي تم اضافته عليه، من الواضح جدا ان هو معد ومجهز للاستخدامات القاسيه عشان يسهل تنظيفه. حتى عندنا هنا الكربون فلاش افكت، ستيتشنج باللون الاصفر، الارضيه الرابر، الكراسي احنا شفناها اوريدي. عندك هنا ساعه تخزين واسعه جدا ما شاء الله، والصندوق الخلفي لحمل التول بوكس زي ما انتم شايفين، وده فقط في الزي ار 2 في بن حموده للسيارات. القياده سهله جدا على الجير الارضي في الزي ار 2 وكل السيارات السيلفرادو. كل ما عليك فعله بس ضغط على الزر الايسر لو عايز تعمل ريفرس قدام، تمام، او بدون ما تضغط على الزر، بدون ما مش محتاج يعني، ترجع تاني لتحت على الدي او على ال، وزر واحد فقط للبي.
هنا هنوريكم الكاميرات. زر بيشتغل نضغط عليه، نقدر نغير المود، الكاميرا الخلفية، الزاويتين والأمامية، الجانبية، وده بيوريلك هنا الصندوق زي ما انتم شايفين، ده الأمامي، هنا الجانبي، هنا كاميرا التوينج. نرجع مرة تانية، أهم إضافة تمت إضافتها عندنا هنا كاميرا الصندوق، البيت كاميرا زي ما انتم شايفين، تقدر تشوف إيه في الصندوق عندك ورا، لو في حاجة بتتحرك ولا أي شيء تربطها بالشانكلز أو الهوكس عشان مفيش حاجة تتحرك ورا. زي ما احنا عارفين الماكينة 6.2 هي بتحتاج 2 اكزوست عشان حجم الماكينة، والجديد هنا ان الديزاين اختلف شوية، ان الاكزوست الخلفي مش ظاهر في الدعامية الخلفية، بس هم فعليا موجودين زي ما انتم شايفين، موجودين تحت السيارة، تحت الدعامية في خلفية السيارة. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارتنا في معرضنا في أبو ظبي والعين، أو الاتصال على الرقم 34 48. أهلا وسهلا فيكم.